يقول هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت محتاجة؟ هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت محتاجة؟ إذا لم يكن لها زوج أو لها زوج فقير ما يستطيع الإنفاق، أعطي زوجها الذي ينفق عليها، أعطي الزوج وهي تهدي لها هدية. إذا بغت تهدي لها هدية وصلة جزاك الله خير. أما الزكاة إنما تعطى للمنفق على المحتاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إذا لم تكن مع زوج أرملة ولا وفقيرة فهي أولى من غيرها. نعم.